يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها المثلة، ألا نسعيش أسابيع إذا جونا الزمان جونا العصر ذي المجتمع ألا يتخبط الزخي من المسائل ذخي التمسي من الدنيا ودي فغالة ذي سيدة تقى ذي الغاشين حاجة ذي رحم سيدة رب الخالق سبحانه وتعالى. ألا تعيش الزخي التمسي أتخبط الزخي التمسي وتشفى من الزخي كان كما تكمل التمسي تمسي أتعيش الدنيا تنسل دل كفاح أروفين اللي هنا باش ألا ذي التمسي أمخلات في الحقيقة أدوالين نسيزن دي كان يبيعين أنا ذي تنادين، ولكن ماشي القبل ذنك سحال باش دفن الحل إيوايا والسبب بموثي ديال لا ذي الحسبان قال كان أسباب الدنيا ذي الأسباب الأرض ذا شي يخص نفخ ذي مغاران ذا شي أخذ ما ذا شو ذيهين ذا شو ذيهين، ولكن قال لا سيدة ربي ذي الحسبان وتسخير من الفلاس وسيدة ربي سبحانه وتعالى وكريث من الوين كان يخدم لكن من بعد ذلك تخبيطة لزداخل وتسفك للا أنشتاقين ثعقر إلى عباد تو ذات نسل وفكسس ميهنام ليه ذا ثنسل أنشتاقي يعار إذا مثلا مرينا ما يتعيش العبد الدنيا بلا هنا ذا شوما إسر يستنفع ماذا قلوا يش هنا الله أكبر كما إذا مثلا ماذا قلوا لاش سيدة ربي ذي حسبان البلد معلوم ويتعيش الذي هنا ويتعيش أنا كنيتي طيحة سبحان الله سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى دي قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين غف سيدة ربي إذا تكلم ماذا قلنا في اللام دي مؤمنين على خطر هذه قرن كيكون هذه خيقا كيكون هذه درس خلق وغرقون هذا غر أين تعيش من كيكون دي قدرا قدرا ودينا كم دي دوني ثلثة ثلوان من كيكون دي قدرا أين تشد وين تشد إذا تكيد في اللام ثبعث أين كنا وندينا أو وندينا أنشتغل إذا مثلا للجميع تمسك ثلثة العدد أما اللي تمسك الإخوة مسائل اقتصادية يتمسات المال يتمسات المعيش يتمسات الرصد يتمسات الصحة من بلادهم يتمسات الدرية من بلادهم أكثر ذلك كم أكثر وتسوى ذلك سعودي ماذا قلت شكيدا سيدة ربي التبع ذاك الدين الله أكبر كان مثلا ما يزرع سيدة ربي يزدخي يقويه تشكيد في اللاس أتشكال من الصح الإيمان الحقيقي تشكيد في اللاس هذا الصح سيدة ربي ماذا يحل مرة المشاكل التمثال ديك مرة هذاك التيار تسمت أكيد يشوف وين نديري أكيد يشوف ذي الطيام عرفات أكيد كي يشوف قوة السر سوان أكيد يشوف غير اللغة الله أكبر سيدي ربي عزيز سبحانه وتعالى يقرأ ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا سيدة ربي ما تشكي في الناس أكيد يشوفها من كل زادو في جيد حشمال أكيد يشوفها وما تشكي في الناس أكيد يرزق لقوان دام وإذن ذرع الله أكبر أكي فلوثي مسيني كذلك يقضوا الحاجتي لك مرة يقربوا من الناس عزيز ويتوكل على الله وكفى بالله الوكيل تسكي كان غف سيدة ربي ودقال الأكوين من ذن دير حسبان مرة سيدنا إبراهيم الخليل يقول أنت ذخي تمس ذخي تمس الزياز عادتش تمس ولكن يانا ورسال شو قلت كفوسيس باش هذا في يخدم شكلت ورزم الذي يرون ورزم الذي يدم كلا ذي السستين ورزم الذي ولكن لعلق من سيدة رسل خلق سبحانه وتعالى الصلاة يا رسل وانت دقيقة دائما تجهد يقر حسبنا الله ونعم الوكيل باري الله ربي باركاين الله أكبر إذا فرغ أوليك اللي خرب وينك كيف تشكل النظر أكم خيف سيدة ربي كان تشكلني لك في الواحد الأحد سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى الله أكبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما دي فرق خميس أمي إذا شو ما ديني أديني بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله سيسمى سيدة ربي تشكيغ في سيدة ربي سبحانه وتعالى
كان الله أكبر كان. إذن التوكل توكلك إن قال ابن القيم رحمه الله ما يلعب ميتش كيف سيبها بحيث النص ذا النصف للدين والنصف النص للعنابة ذا النصف للدين ما تشكي الله فوق الله سبحانه وتعالى ما يتشكي يا حبيب سيد ربي غير مثل يسعى شي شروط الشرط زوالو غادي يدين وذكويك تشكي الله سيد ربي شكويك شكول يسفان في لاسيك تشكي الشرط ويسين اسخن بين الا نكفوسيك وتسلم الله كيجي لي بركة الوزير هاك القرن هاكا عصر لي داخل ماشي تعرفو باش هاديك شمن داخل 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 خوشي لا ادخل ما في ضرب الجوالي باش تنفع وتما خلينا هذا الشيء ديالو ديال الخدمانين هي المهم ادخل ضرب الصلاح الى ندي حياي وتنفع الغير خير الناس ينفعه من دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الخيار ديال العباد ويدي ينفع اذا ما اسحب خير الجوالي ادخل ما وتزاد على سر ديك الرزق منين زعما تخدم اليوت الجهه الرزق ديك الجهه هذا سبحان الله كما مثلا إذا شن شروط أتشعر أتعتمد على سيد ربي تشكيك مرة قوي صفان على سيد ربي خالق سبحانه وتعالى وتخمد الأسباب وتسبب وذا تخمد سبحان الله شو أنت تقول شتيني غير مثلا العبادة فرقنا على ثلاثة أصناف الصنفان زوالو خزر كلا يوي ذاك يكتخين على سيد ربي ولكن يتحركنا نشوي شوي صوت الظلم صوت الظلم صوت خدمة الدين سن ولكن مش خارج وتحارج يعني ساعة تزمع في ساعة ساعة خدمة ولكن لو خدمة لا تقيم تغني أثر وجهي نفسي ذا وجهي نرى نفسي ذا وجهي يعتبر مشي التوكل وجه التواكل وجه تشوف غا وقبل إذا نسي ذا بين خطر مزسعة يفكز ذا بيا عقل يفكز ذا بسحة ولكن لو خدمة لنا مش حارج لنا أغن زوب أنزوب جيموني ولا نمنس كي نفسي ذا بيا هنشتغل ويتيكال وتكاي رصيد ربي قناس التواكل ماشي التوكل ولكن التواكل سبحان الله كما مثلا نشتكي مولي جوزيرا راه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينسى المتوكل وين يتشكي لسيد المتوكل وين كنا يرك الثحبت طمزت صغار دخيل قاعد يتشكي لسيد ربي خمس سبب يرسى دخيل قاعد يرسى دخيل تشكي لسيد ربي خلاص سبحانه وتعالى اي مجرد كان عمر بن الخطاب يوم العربي الناس إذا شكي أنا كان الناس ذر روميون ذر رومي سأنا رومي هريش يفديد أليس دعوه مرسي ربنا ربي فكاز الشفان والرومي الناس دي عايد الناس عمر بن الخطاب يجد خدم ذكا إلهام الناس ولكن إذا كيس تقدم من الدول الناس يستخدم غيرها الناس لا سبب فكاز شبه خمس قبران قبران خمس قبران شتس كلام إلا شي شدو سي ربي دوينس شنو السبب سي ربي باش يشدو اش ديال دوينس غادا خير خذ من الاسباب وتشكي الله سي ربي الخالق سبحانه وتعالى ينسيون صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم انسى رسول الله هذا قرار الغمين تشكي الله سي ربي ما غادا السرحه وليت قال المهم بعد ما كانت تشكي الله سي ربي ويصرح لها ينس لا ينس قليل تشكي الله سي ربي الله أكبر كما قلت مثلا الناس أعقلها وتوكل إذن شنو أين لن السبب إلا قد سببت الجوال حيث أين ميت زمرك وتخذ من مرة غنك وذل الصلاح ذل حلال الإساءة نفعل خميث تشكي الله سيد ربي جلباقي من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سبحان الله كما قلت مثلا يعني أفوس سيد ربي سفل أفوس العالم أفوس سيد ربي أفوس العالم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى غص المهم اللي هو هي سيد ربي تتسير الوادي فغادا تتسير إذن الأسباب إلى أدينه إلى العامل المؤمن يسد من بعد يشكي له سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى أدي يشكي له سيد أدي سبب ودي شو ما سبب منك سبب المهم يخدم الواجب ليش بين يزيد الناس يدار بسبب باقي لهم الإنسان اللي يتشكل كان دائما من نفسه يدار من خالق سبحانه وتعالى ولكن باش اللي يتشكل نفسه يدار من بعد الإنسان وتحرك أنا أشتني عقود ذي سنة صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من العجز والكسل أعوذ بالله من العجز والكسل
أفنيا لعب ذفنيا لعب قدرس سيد رب الخالق سبحانه سبحانه وتعالى اليوم من يوم الذين الصنفان زورهم بذلك يتشكي نفس سيد رب ولكن يتحركنا لهم وتسببنا لهم إلا الصنف ويسين بذلك يتسببنا يتسببنا ولكن يتشكي نفس سيد رب تشكي في الأسباب اللي ينسبه لكن العمل الخمة لأنه بذلك تشكي نفس سيد رب تشكي نفس بلد سيد رب إذا رزاق إذا نفع نخذ واحد بسنة لك وعام فراجع بسنة لك أما تبقينا ما تقوش باش تشناهم شي نفسي وصلنا بلي نسى الفاق انسان اذا رزق ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين حاشا يمشي كسر يجي يكتب سيدي ربي اريش اريش ولكن رمينا تشكي كان في الخمانيس هل ترى ذي عيث ويجي لا وين يجي سلام مادا ما تشكينا له سيدي ربي سيدي ربي اثني اثني وكلا الخمانيس ها من تعلق بشيء وكل اليه كده قال الرسول صلى الله عليه وسلم ونا أي تشكي نافخرة أتي جاء أتي وكل سيد ربي أتي وكل سيد ربي غرب غرس روح أدوي ذا غرب غرس تشكي في جهدك روح الجهدك تشكي في عقيك روح في العقيك تشكي في القرية روح على القرية تشكي في الصحيح روح على الصحيح أتي جاء أتي وخرك سيد ربي في الناس عند ريف فضيش وتشفق على غروينين هل حش خسر ولا يخسر أو جرب جيمانين وتشفق على غر فلاح الله أكبر روح يقول باش في الديسكسيون على المورتيس يخدم مزال مثلا قرحه كيفوق اللي تمورتنيش ولكن الناس يقول الناس اللي كان كيشكش من هذا الدينك واكتصدفنا هذا واكتصدفنا هذا وقيل علماء الناس يضحكوا انت كيما ولكن يفكيش يقول المبلغ من المال باهر يدري من القرى اللي يسيفكا ولكن مثلا الدنيا حقيقه انا ما يقول غلطه تفكر كريس كارديك يموت بالجسم وإذا نفكر في سنسنا أغرص وبين تلحش إيش كده في الجزء من الجزء يموت ولكن سيد ربنا دي قال وتوكل على الحي الذي لا يموت تشكي في الحي أنت انتثرة أنا وأنت انتثرة حاشا سيد ربنا أنت انتثرة إذن إلى خلال الذي تشكي كان غير سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى الله أكبر كما يتمثل مثل رحل الأذي رحل الطبيب هذه شواني الطبيب هذا يخدم الواجبيش أمو ذاين هذا يشعر النية يصار يروح على الطبيب أي خطأ ويتسكر في وسط المانيش ماذا قلت في كان في وسط المانيش هذا يعافى سيد ربما هذا يوي النية يتسكر يوي النية يخدم الواجبيش تداووا عباد الله بقرى الرسول صلى الله عليه وسلم ذبتي من أول إذا أدي شعور النية الخالصة مش هذي تشدوا ما دروح على الطبيب ولكن الإنسان الجويس سيد ربي في اليوم الأول الذي ذوين رقى أحد ذوين الطبيب إن أدي شعور النية الخالصة اللي يخدم الوجه بس إن في تعرف سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى اللي يخدم لا العمل إيش كامل السنية الخالصة اللي تشكي غير سيد ربي من بعد سيد ربي إذا شاف يوم الإنسان اللي يتكلم دعاء الله أكبر إذا لا أدي يخدم الوجه بس يأخذ بالأسباب الأسباب وذي في سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إذا إنسان الشافي إذا إنسان يتسكن الشفاء إلا أمور وستية ثانية مثلا أمور وستية ثانية وذلك يتسكين في سيد ربي وتسبيهم ويجي مرة أكو إذا الصف يحمي سيد ربي سبحانه وتعالى تعتمد أنه في خلاق أولا وأخيرا سبحانه وتعالى ويأخذون بالأسباب تسبيب لأن إلا دي كفاس سنسل الأسباب أسباب إلا الخمن وذي تحسب لها رب اللي نسوينا وإذا ذيني لازم ديوينا الرزق لازم ديوينا السوق الغالب غوالسل خمن كان الفرض أي نسني سياقا أي في ذنين يوم سيد ربي ولكن تسكينا في خلاق ذي نتسع أزم ديفكين أين إيش يكتب وزارن بليم أين إثنى الفعل وين إثنى دورن السبب اللي كان يتزارن ماشي بالإثنين سبحان الله كما يتمثل إذا أسباب وتشون إنك نا الأخذ بالأسباب لا تشون وتسكين غف مسبب الأسباب يقرص ذر بجويس ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إذن تيك زرم الغيب يزرم يعني قعدان يزرم يعني لان يزرم يعني ذنو ولما رأى الغص مرة مغالي تشوغ على أين يبغى ديليهم أذيهم أين يبغى ديليهم وانسي أنا كلش بكفسيش ولا يظلم سيد ربيون ولا يظلم مربك أحدا وسيد ربي حشى الخالق خدم بيدك الخير إنك على كل شيء قدر وإليه يرجع الأمر كله يقرأ فاعبده وتوكل عليه هذا سيد ربي تشكيل في الناس وتسوي ذلك لم أمكن إنسان المؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير
تاخذوا خماسا وتروحوا بطانا. لو كانت خماسي ربي حق التوكل، التوكل نصح القوية والحاجة سيدي ربي، وتاخذ انا بالاسباب سي الجوارح والنسحاقين، ولكن التشكيل كان في سيدي ربي وحدش. الا داك اللي يرزق ما كان يرزق الطير هاز هذيك الصباح اللي يروح اللي في غير الرزق نس ها الصباح اللي ما نعبد شي خوا ثندي في سيدي ربي فعبد الشهور الله اكبر. يقول ابن القيم رحمه الله ان دلوك انا دي تشكي عبد غف سيدي ربي باش ندير القناه ذا كون كان غروايا ان دار استنقر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى، خاطر يتشكي غف سيدي ربي، سيدي ربي سبحانه وتعالى وسيدي ربي على كل شيء قدير ولاش لي جون ايدي كان ليس اكاليت مثلا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يقول سيدي ربي مين مساكن السلطان وكزمان ذاك الكس مين مساكن الخير سيدي ربي نزمان كلش سبحان الله. كان يقول مثلا ماذا قلنا ما تشكيل في سيدي ربي سيدي ربي يزدغن ويك يزدغن مهما كانت الظروف أين يبغون يضرو يديك الدث فغوث تيليض الحال اللي تفغوث تيليض تشكي بها سيدي ربي غير كي يشوفها سيدي ربي سبحانه وتعالى ذي عتاب غا لهنا الطيم غا ثفاث قوسان مساوين غا النظام ماشي الحاجة كواعر في الناس سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى. المهم هذه خزر غير وليك هذه اذا انت كزت غا نزدق يقويك روح عندك سيني الكازني مثلا ها سيني الكازني غنيون الغني الغني سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى من الاثرياء القوم وذلك ليس عن الشيم للقوم النيم السيني ألس علينا سيدي ربي سبحانه وتعالى ويقين جاتهم تجمال وزمير نيرا يوناس قرأ أن سيدي ربي رزقين دير فضليني يون وليس يتعلق الغالي النيم أولا كنا غير روح لكن خطأ قلنا سباب الخير إني سيدي ربي رزقين دير فضل وقال كازي نعم وما كانت هنا أما كانت هنا سليس دي سينا مكيسانين أمشي نخدم كل ناس وينك نسي قال لك أنا ربي رزقيد ذي الفضلين طيب ذي الفضلين سيدي ربي أسيبك سين درهمان سين درهم درهمان كيان وين أنا نسي قال لك أنا سيدي ربي رزقيد ذي الفضل وماركانتي هنا أدي الدم ثخويست دور أيون الرائفة ذا الرائفة سيتسك ولكن ستخلي جالس دا عشرين درهم مثلي كده أما كان دينار سينجيم سين دينارين دو دينار وكي تسكس عشرة دينار دي دينار عشرة دينار وين سين وكي عشرة بعد أكني كل ناس أرمي أعدل دو عشرة يوم دا سوال إما دور حلك إجينا إني إسو إنا إني إسو باكات إنا إيو إنا كنا إما كتسكر كنا عشرة إدارها من إسي تسك إني تشرنا الجوا بكاة إني استغنيت ثلاث سعيدة خاطر يجعل يتفق يزال شو ماشي قال دخيل خزنيس ذا شو ماشينا إنيس أميثين إنيس أغرو مني على رضي فينا يتساعد كان إنيس زنزو يخلو من دوكرا قيلو سين دير همين وإنا بك سكرة كان سين دير همين الولي تساوينا تساوينا رضي فينا يتساوي رضي فينا من باب الخزنين ودخل الخزنين على عشرة دير همين يوهموا ماركانتيني إني سبحان الله إني شو هنا نسكر السنة ديرها من أخذ رسكي نفسي دربي إني شو بيسك أسعى عشرة ديرها من مشي نفسي دربي أفل فضلين أنا فيك تسكي إني سي حربي ثربي إيف كيس إيو إنك ليك تسكي لكن في الناس أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان إنسيم إذ منك جعلته كل رفسي دربي الخالق سبحانه وتعالى مشي كان الواجب ولكن دول فرض في الناس ذل فرض في الناس لجميع الامور اما ذي الامور الدين الامور الدنيه الامور الاخر يتشكي غير سيدي ربي سبحانه وتعالى ولا يتشكي غير سيدي ربي ان يربح الدنيا ان يربح الاخر رجع يا ربي من المؤمنين حق الايمان رجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.